السلام عليكم. لا تتوقع ألا تصادف في حياتك الأذى من أشخاص تعرفهم جيدا، ومن أشخاص ليس لك بهم أي علاقة ولا تعرف، ولم يصدر منك تجاههم أي تصرف، يبادرونك بالأذى لأسباب مختلفة ومتعددة. والذي لم يوطن نفسه على مثل هذه الحقائق سيكون أذاهم له صدمة مفاجئة ومؤلمة، وربما تغير حياته بصورة سلبية. مثل هؤلاء الأشخاص عوالم غريبة ومختلفة وغامضة ومعقدة. منهم المختل نفسيا، منهم الحاقد الحاسد الذي لا يرجو خيرا لأحد، منهم المنافس الغيور الذي سيتربص بك من بعيد ويكيد لك ولن يدخر وسعا في إزاحتك وإسقاطك من طريقه بأي وسيلة. وربما لو قابلك لرأيت منه ابتسامة ملائكية ولسانا عطرا يثني عليك. ومنهم الكذاب المفسد الذي يفرح بإحداث المشكلات للآخرين ويعيش بها. ومنهم السوي الطيب الذي قد يسيء إليك من غير قصد أو بسبب ظروف قاهرة يمر بها. الأسباب والأشخاص يختلفون ويتعددون، ولكن الآثار التي تخلفها تلك التصرفات ليست بعيدة عن بعضها. ولهذا معرفة هذه الحقيقة مهم جدا لكيفية تعاملك مع تلك السلوكيات الخاطئة. لا تحتل في نفسك مكانا كبيرا ولا تبقى زمنا طويلا. علاجها التغافل والرحيل السريع عنها ومواصلة الحياة والاستمرار على مشاريعك الحالية والمستقبلية التي تصب في مصالحك الأخروية والدنيوية. والله يحفظكم ويحفظ غالي.